احلم لبكرة. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي ازيك تمام. تعمل يا حبيبي؟ بجد في ناس تقعد تشوف لهم تقديمه حلوه، وهذا الضيف الذي عمل كذا وترعرعت سيدتي، لكن في ناس رصيد الحب اللي عملوه في قلوب الناس مش محتاج تقدمه، كفايه ان انا اقول ان ضيفي هو النجم الكبير والجميل محمد فؤاد. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا تمور؟ منور مصر النهارده وخطوه عزيزه، يعني على حسب مشاهدتي انا اول مره في التلفزيون المصري من كتير قوي. ماليش اغلى منك طبعا. ربنا يخليك. محمد فؤاد، معلش الشغله بتحن، لازم برضو اقدم. محمد زي ما انا قلت في المقدمه وحتى كلامي عليه قليل، واحد من نجوم القلائل جدا في مصر اللي يعدوا على اصابع اليد الواحده يمكن، اللي مسك في فكره النجوميه على مدار اجيال كثيره. محمد واحد من الناس اللي ما بيغني بنحس ان كلنا بنغني، ومعرفش عملها عن قصد ولا جت توفيق من ربنا لما قال في البومه الاخير انا ابن بلد. هو فعلا ابن بلد وابن البلد دي، تحس هو بيغني ان انا اسف الكلمه، طينها بيغني ونيلها بيغني وترابها بيغني. لما هو بيغني كل واحد فينا بيغني، مش مهم صوتي حلو ولا وحش، مش مهم صوتك حلو ولا وحش، المهم ان احساسك صادق، وهو ده اهم ما يميز محمد فؤاد. محمد فؤاد مش بس مطرب جميل، هو كمان انسان اجمل، وانا زي ما قلت في المقدمه انا من معجبيه ومتابعيه وجمهوره، ويشرفني كمان ان انا من اصدقائه. انا اللي شرفنا تمام. لا العفو يا ابو حميد، وبجد اللي يعرفه عن قرب يعرف ان هو عمر ما حد ربنا بيكتب له النجاح والتوفيق والاستمرار كده نجم كبير في قلوب الناس وعلى متربع على العرش الا لما يكون انسان بجد قلبه ابيض وروحه صافيه الى ابعد الحدود. هو ده محمد فؤاد. اشكرك جدا، منور يا ابو. مش عارف اقول لك. مش انا اللي هقول لك، هقول لك احلى تعليق جالي انا، يعني لو عندي وقت كنت قريت كل التعليقات اللي جايه على الموقع لما الناس عرفت ان محمد فؤاد هيشرفنا. بس هو انا هقول، وانا اسف للباقيين اللي مش هقوله بس هنقوله واحنا ماشيين، بس ده الطف واحد معمول في صنعاء. تكينام اسماعيل بعت بتقول: يا تامر يا امين، قول لفؤاد الجميل بنحبك مهما كبر الغرام. يا صاحب القلب الطيب، هتفضل في قلبي وروحي وعمري، ولو انت شارينا طمنا عليك وهتلاقينا كلنا بين ايديك. الله يخليها. يعني هي عامله توليفه حلوه من اغانيك علشان ترحب بيك. اشكرها جدا جدا، وكل سنه طيبين كلكم. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب، ربنا يخليك. ليه بتبقى متوتر وقلقان وكانك طالع على المسرح او على الجونه اول مره؟ بخاف اطلع. يعني العب كوره ابقى جريء، اغني على مسرح ابقى جريء، اعمل اي حاجه تانية. طب ما قدامك مليون واحد في المسرح وفي الحفلات. ما اعرفش هي الكاميرا دي الجهاز الصغير. الكاميرا دي والفوتوغرافي على فكره، مش يعني كمان. والله يعني عندي ما ايديا يبقى ما فيهاش ميكروفون ابقى بقى عندي هسس شويه. كذلك برضو الفوتوغرافي، يعني اصور فوتوغرافيا كتير عشان اطلع كام صوره حلوين. صورتين يا سلام. كام صوره ده كتير قوي. بس خليني اقول لك ومن غير حسد يعني، بس بسم الله ما شاء الله وشك منور. ربنا يخليك نورك والله. لا بجد وشك منور، وده الحمد لله معناها ان انت في حاله نفسيه كويسه والدنيا لطيفه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ربنا نبتدي؟ انا جاهز. طيب تمام. تعالى بقى نرجع فلاش باك من بدري زمان، عين شمس وشبرا والعباسيه وحلوان. انا عارف ان البدايات دي معلمه علامات جوه محمد فؤاد، ومش هبقى مبالغ لو قلت هي اللي بتشكل الجزء الاكبر من حاله الشجن اللي فيها فؤاد على طول. احكي لي كده البدايات دي عملت فيك ايه واثرت فيك ازاي؟ يعني هو طبعا واضح حلوان، عين شمس، اماكن متفرقه كتير قوي. يعني معناها تنقل و مظبوط، خد بالك. مش يعني بابا ما كانش الله يرحمه سفير فبنتنقل معاه. يعني انت فاهم شغله.
لا هو يعني انت عارف عيله بتكافح وربنا بيكرمها بتنقل لمكان افضل وكده وعيش. بس كلها يعني تتقاسم فيها فكره المناطق الشعبيه اللي هي مصر بجد. والله يعني ما وصلناش للاغتنى اللي هو ممكن يودينا جاردن سيتي جاردن سيتي والحاجات دي ولكن لا هو الحمد لله يعني بس كانت احلى عيشه والله يا تامر واحلى ايام في الدنيا. انا حسيت لما بتغني الاغاني بحس ان انت بتشتاق حتى اغانيك فيها كده ساعات بنشتاق ساعات بشتاق. دي عين شمس. عين شمس. عين شمس الحي ده يعني الحي ده عمل فيا انا عشت فيه اكبر كم من حياتي وانا صغير. حوالي 25 سنة؟ حوالي 20 سنة. يعني حلوان قعدت فيها لغاية من العباسية اتولدت فيها مشيت عندي 3 سنين طبعا مش فاكر ده خالص. تمام. بيحكولي يعني. بعد كده رحت حلوان مشيت من هناك 8 سنين يعني جيت في عين شمس دخلت تانية ابتدائي من نص السنة. كويس. معاك بقى لغاية ما ثانوي لغاية ما غنيت وانا في عين شمس لغاية ما بدأت اول الغنى كان عين شمس. يعني بقى عندي 23 سنة بدأت غنى وانا في عين شمس. فعين شمس هي اللي كونت فيا حاجات كتير جدا. طبعا في اماكن كتير جدا في مصر كنت يعني بينتابني شعور ان انا كان نفسي اتربى فيها بس مش مكان واحد يعني اماكن كتير جدا. يا سلام. دي كانت ازمه بين والله يعني تحس ان انت ابن الحي ده. صاحبتي ناس حتى ليه اصدقاء كانوا في شبرا فيمكن كنت اروح لهم من الدراسه كنت بروح لهم كتير في ايام الدراسه ناس افتكرت ان انا من ساكن هناك يعني. يا سلام. دي فاكره ان انا من شبرا وانا بس فين شبرا بس فين الحي او المنطقه اللي لما فؤاد بيبقى عايز ينزل ويرجع لايام زمان ما يفكرش يروح لها على طول؟ في رمضان انزل بالليل على الساعه 3 مثلا الف في عين شمس بالعربيه. عين شمس. امشي اروح عند بيتنا القديم كده وابص للبيت الحقيقه مش بس اغنيه ساعات بنشتاق واغنيه خدني الحنين كمان. وخدني الحنين كانت كده برضه هي نفس الفكره. هو يعني طبعا الحاجات دي يعني يكاد تكون خاصه يا تامر يعني خاصه ليك ده احساسك الخاص بتاعك. مظبوط. هما الاغنيتين دول يمكن في شغلي كله ممكن تطلع 4-5 اغاني بالشكل ده اللي يخصوني هما شخصيا. هما اللي بيترجموا اللي جوه محمد فؤاد. هما اللي يعني اللي استفزوا جوايا ان انا نفسي اغني ده نفسي الشباب يكونوا على نفس الموجه بتاعه احساسي ده. يعني انه يروح عند المكان اللي كانت فيه جدته وجده وابوه اتربى فيه وهو شاف ايام جميله فيه فيروح تحت بيت سته يلعب. يا سلام. واخبار يشوف البيت ده ويشوفه عامل ازاي. الحنين ده يعني. غنيت ده وانا من جوايا ان انا حاططها ان فعلا تبقى رساله لكل واحد يراجع ذكرياته لان الحاجات دي بتسيب في الشخص نفسه علامات حاجه لا بتطلع من الشخص حاله جميله. ارتباط وانت شايف الايام اللي احنا عايشينها كله مش عايز ارتبط بحاجه وكله صحيح. سريع وكله براوي. يعني يمكن عايز في عايز بيت جده يتهد ويتعمل حاجه تانية. لا انا مشكله انك انت تهد حاجه انا عشت فيها. يا سلام. والله انا مشكلتي دي انا شخصيا ممكن يكون عيب على فكره ده عيب ايه ممكن يكون اوفر شويه عن 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 الطبيعي. يعني اجي ابيع عربيه بتبقى مشكله عندي عربيه عاشت معايا وبحس ان العربيه هتكلمني الفوائد. انت مؤمن بالعشره قوي جدا ودي ازمه. دي ازمه بالنسبه لي يعني بس طبعا مع 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 السن بتتعالج. لا والله بتزيد يعني في الالبوم الاخراني زادت في منطقه كده. صحيح. انما حاولت ان انا يعني احاول اخلص منها بصراحه مش عارف. مش هكذب عليك بقى. مش تكذب عليك. مش عارف. وليه تخلص منها؟ بتجرحك ساعات؟ ببص للحاجه اكنها بتعيط بتضايقني يعني. يعني انا مره قعدت جنب عربيه كانت عربيه 27 سوبر فيورا. 27 دي عربيه صغيره جدا بتاخد 4 انفار بالعافيه بس اول عربيه جبتها في حياتي. وربنا كرمني وخلاص بجيب عربيه كانت ب 16000 جنيه ساعتها ولا حاجه كده. وجيت عربيتي كانت ب 5000 جنيه. دفعت فرق وهقسط وكده وسايب العربيه واخد المرسيدس وماشي.
انا رايح معدي على العربيه ورايح اركب المرسيدس. حلو. اجرك الله رحت قاعد في الارض. ده في ناس كتير اول ما تشوف المرسيدس ترفص. لا والله وبقيت كاره المرسيدس دي جدا. كارهها عشان هي اللي حسيبك في الفيورا. اه دي اللي جانت على احساس العربيه الغلبانه دي. لا بالعكس انا يعني ادعوك ان انت ما مش اوفر بذمتك. لا والله ما سمعت هو في الفيورا بالذات اوفر يعني. آه بس اول عربيه في حياتي انت ما تعرفش العربيه دي يعني. طبعا اصحابي عملوا ايه العربيه دي راحت بناس اسكندريه وجت. مش عايز اقول لك انا كنت ببقى ماشي في الشارع عايز اركب الناس معايا العربيه والله من فرحتي ان انا مش مصدق ان عندي عربيه. صحيح خالص. ولا لو مجازا سميناه المرض ده بس ده مرض يعني يا رب كلنا نمرض بيه وهي مرض العشره والوفاء والانتماء. يمكن ده كمان واحد من المزايا اللي مخليه محمد فؤاد زي ما هو عشري جدا مع كل اللي بينتمي اليه الناس كمان عشريه جدا معاه. والناس رغم ان محمد بيغيب عنهم شويه سواء في الظهور او سواء في الظهور في الحفلات او حتى لما بيتاخر سنتين ثلاثه في اي البوم ينزله بس الحمد لله ودي نعمه من عند ربنا الناس عمرها ما بتنسى فؤاد. الحمد لله يعني ما ده فضل من ربنا قبل كل شيء قبل اي اجتهاد او قبل اي حسابات. لان في بعض الناس يعني يقول لك والله الناس تقابلني تقول لي انت برافو عليك والله انك انت يعني مش اي حاجه تظهر فيها ويعني واخد والله ما واخد موقف ولا حاجه يعني الموضوع مش كده خالص يعني الحسبه مش كده لا بالنسبه لي الاعلام ولا للصحافه عشان ده ماخوذ عني بشكل غير الحقيقه. والله انا تركيبتي تركيبه غريبه شويه. انت طبعا بتسمع اللي بيتقال ان فؤاد بيتعزز على الاعلام خالص والصحافه يعني اتعزز ايه يعني او في حد يعني ما ينفعش يعني محمد فؤاد ما لكن هي تركيبتك كده عمره ما حصل. دي تركيبه فظيعه يعني يا ريتني املك الذكاء في ان انا اتغلب على الامر ده واعرف انسقه وان انا ابقى متواجد. انت في شايف ان في ناس اذكى منك في الحكايه دي وبتعرف تدير نفسها كويس. تركيبه بقى ده يعني في فصيله دم او اي وبي ويعني كلنا مش زي بعض. في ناس ابص اقول ابن الذين بيعملها ازاي. انا ما بقدرش ان انا ممكن اجمع صحافه اقعد اتكلم في الناس واتكلم في الهوا واي حاجه يعني سؤال اقعد اقوله طول السنه اجاوب عليه طول السنه ما صعب خالص. انت هتستحمل كده يعني اذا قروه مره فمش هيستحملوك تاني.